كما نرى اليوم تجرى انتخابات للمجالس المحلية ضمن قرار مجلس محافظة حمص الحرة لدورة 2018 في مدينة تل دو، وهناك اثنان من المرشحين ومن المؤهلات العلمية. طبعا كما ترون ان طريقة الانتخابات تجري بشكل صحيح. تم تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء بموجب قرار محافظة حمص الحرة، ونقوم نحن حاليا بالإشراف على هذه الانتخابات. طبعا هناك شروط وضعت من قبل اللجنة، أن يكون حامل شهادة من مؤهلات بكالوريا فما فوق. نتمنى الفوز لأحد المرشحين، طبعا نحن انحياديين بهذا الأمر، ويكون على قدر المسؤولية في متابعة مهامه للمجالس المحلية. بمناسبة انتهاء دورة المجلس القديم، يتم الآن عبر انتخابات مباشرة من الشعب اختيار رئاسي لمجلس محلي الثورة في مدينة تل دو. طبعا مثل ما كنتم شايفين عبر الانتخاب والاقتراع المباشر من الأهالي، الأمور سلسة الحمد لله رب العالمين. وبالنهاية بقول لك أنا هذا ما خرجنا من أجله، يكون الناس هن اللي يختاروا بشكل مباشر بدون ضغوطات بدون تحكم. في كثير ناس هون عم تجي تدلي بأصواتها للمرشحين. انتخابات فيها حرية، فيها ديمقراطية، فيها نزاهة، يعني ما في تجبر إنسان أنه ترشح هذا الشخص أو تلي بصوتك لهذا الشخص. أنت بنفسك بتختار الشخص المناسب وبتدلي بصوتك لإله لينتخبه ويطلع ويدير أمور البلدي ويقدم خدمات للمجتمع. أنا عن نفسي انتخبت الشخص الكفؤ اللي بمخيلتي أنه هو كفؤ ليدير هالبلد ويدير خدماته ويقدم له الخير إن شاء الله.